قالنا في بعض الناس أئمة مساجد أو مؤذنون يوم إجازة ما يذهب يصلي، قال أنا في إجازة. شو إجازة؟ كيف إجازة؟ طيب حتى لو كنت في إجازة لماذا لا تأخذ للصلاة؟ محروم هذا أو ليس بمحروم؟ يعني المفروض أنت موظف أو لست بموظف، مجاز أو لست بمجاز. هذه الصلاة شأنها عظيم، احمد الله عز وجل جعلك مسلما، أن فرض عليك الصلاة، أن أكرمك بهذا التشريع تتقرب به الله عز وجل. احمد الله أن الله جعلك هذا الفضل، احمد الله أنك في صحة وعافية، تخلف عن الصلاة. عجيب أمر الناس، يعني شيء عظيم، أدلة الصلاة وفضلها شيء عظيم، ومع ذلك كثير من الناس يتقاعس ولكأن الأمر يهمه. قال إيش؟ قال مجاز ما أروح المسجد. شيء مجاز؟ ما هذا؟ فهمني يا أنس، شو الناس هذا؟ وبعض ما أئمة مساجد ما يصلي، ما حتى إجازة وغير إجازة ما يصلي، ويترك الصلاة ويهمل المسجد، ولا يكتب إيش؟ يحضر نفسه إن حاضر حاضر حاضر، سبحان الله يزور بعد. يعني كيف يرضى حق نفسه هذا؟ أفهم هذا إمام وخطيب، يعني ما طول السنة يخطب، أكيد راح يتكلم عن الصلاة، ولا ما يتكلم عن الصلاة عشان ما يعيرونه، ها تحرص على الصلاة وأنت ما تصلي، ها يهمل الكلام عن الصلاة، لأنه إيش كيف يأمرهم بالصلاة وأصلاً يترك المسجد وينام عن الصلاة بشكل مستمر وكله مشغول. اترك المسجد لغيرك يا أخي، الناس تتورط بدون إمام، وأحيانا لا إمام ولا مؤذن، والناس تتورط وفي ناس تنحرج. كيف أنا ما أتعجب من إمام كيف يرضى نفسي أن يعني يكون إماما وهو لا يصلي، والناس يأتون يستفتون، ما حكم صلاتنا خلف هذا الرجل الذي يتخلف عن الصلاة ويزور يقول أنه حاضر مزورتي، هذا نصلي وراه ولا ما نصلي؟ ليش أنت تجعل نفسك المصلين اللي خلفك عوام وأنت إمام يستفتون في حقك الصلاة تصح خلفك أو لا تصح بسبب ماذا؟ إهماله والعياذ بالله. الله يعافينا وعافيكم، يغفر لنا ولكم. الإنسان قد يصير له ظرف متعب، طوف الصلاة أحيانا بالشهر مرة، طول السنة ما تصلي الفجر إلا في رمضان وإمام مسجد بعد، أو أن بالأسبوع مرة مرتين. هالكلام ليس للأمة فحسب، لأمة المؤمنين. ساجد تشتكي كما يقال، صلاة الفجر الناس تتخلف بعدها بساعة، خرج الناس أفواجا إلى الأعمال والمدارس وإلى آخره. طيب أين الصلاة؟ أين الصلاة خير من النوم؟ أين استجابة داعي الله؟ دينك، قيمة دينك في صلاتك. شوف انظر في صلاتك، تعرف نفسك مضبوط دينيا ولا لا؟ شوف صلاتك، إذا مفرط فيها معنى أنت دينك ضعيف والله. فنسأل الله العافية، الله يعيننا وياكم على طاعته. نعم.